الخبل ده او الدجل ده مش هتلاقيه بس في مصر، لا ده في اندونيسيا عملوا حاجة غريبة جدا، لقيوا الناس ما بتروحش تاخد لقاحات، فلبسوا بعض الممرضين اشباح عشان يحذروا الناس ان هم ما يروحوش، اللي مش هياخد كورونا هنموته فلازم يروح ياخد سوري لقاح. يعني اندونيسيا مسجلة من اكتر الدول ضحايا كورونا هذه الايام، يعني وصلت 5000 و 4500 اصابه و400 حاله وفاه امبارح. نشوف كده جزء من الفيديو بتاع الاشباح، اشباح كورونا. Malam ini melaksanakan kegiatan edukasi terkait protokol kesehatan COVID-19, yang mana hal ini kita sampaikan kepada masyarakat. Ini adalah bentuk gambaran akibat kurangnya kita disiplin terkait prokes kesehatan COVID-19. هيعملوا ايه؟ عايزين الناس يخوفوهم اذا ما رحتش تاخد اللقاح هتموت، فيعني مطلعينه برضه خيال، يعني ده ابداع خيالي لتحذير الناس وحثهم على انهم ياخدوا اللقاحات.